عندنا دكتور طارق احمد نجيب، استاذ امراض القلب كليه الطب جامعه الزقازيق ورئيس قسم القلب بالكليه. الموضوع اللي بنتكلم فيه اليوم اللي هو الكوليسترول، والكوليسترول ده واحد من انواع الدهون اللي موجوده في كل اجسامنا كلنا سواء اصحاء او غير اصحاء. والكوليسترول طبعا ده يعني له فوائد زي ما هو له عيوب، لكن طبعا عيوبه بالنسبه للمرضى بتوع الشريان التاجي او الناس المدخنين او الناس اللي عندهم سكر او الناس اللي بتشتكي من القلب او الجلطات او قصور الدوره الدمويه المخيه او الطرفيه مهم جدا. زي ما قلنا الكوليسترول له مصدرين، مصدر خارجي عن طريق الاكل ومصدر داخلي عن طريق ان الكبد بيكونه، وده مهم جدا علشان لما نلاقي المريض بنحلله بعد كده ونلاقي الكوليسترول بتاعه مرتفع، المفروض ان احنا بنقول للعيان يمشي على دايت، يمنع الاكلات الدسمه، الاكلات السمينه، يمنع المقليات، ياكل يبعد عن السمنه والقشطه والكلام ده كله، ياكل زيت الذره، زيت عباد الشمس. وفي نفس الوقت لو الكوليسترول ما نزلش بنضطر ندي ادويه تقفل المسار الداخلي اللي هو عن طريق الكبد، وده بيبقى عن طريق الادويه. الكوليسترول طبعا مشكلته الاساسيه ان هو في جزء منه نافع بنسميه اتش دي ال، وجزء منه ضار اسمه ال دي ال، وبعض المكونات اللي بنسميها يعني لا ما هياش ال دي ال بنسميها نون ال دي ال. ال دي ال كوليسترول ده مهم جدا، والناس اللي عندها التاكس قبل كده سواء التاكس ديت من ناحيه القلب جلطات او كسوف الشريان التاجي او مركب دعامات او جات له جلطات قبل كده في الدماغ او كسوف الدوره الدمويه الطرفيه، لازم ال دي ال ده ينزل تحت رقم 55 ملي مول في الدم عشان نوصل لمرحله الحمايه. لان الكوليسترول ده بيدخل اولا يتاكسد تحت البطانه الداخليه للشرايين ويكون نواه بنسميها بلاك، والبلاك ده كل ما بيزيد فيها ال دي ال ويحصل له الاكسده فالبلاك دي بتبقى مش مستقره ويحصل لها رابشر، ويجي بعد كده الفايبرين والثروم بس تتكون عليها ويبقى نواه لبدايه الجلطات. علشان كده بننصح كل الناس ان هي تعمل فولو اب بتقيس الدهون بتاعتها، وخاصه الناس اللي هي هاي ريسك او الناس اللي عرضه لحدوث الامراض عندهم، زي الناس الاوبيز، زي الناس الالدرلي، زي الناس اللي عندها دايابيتس، الناس اللي عندها هايبرتنشن. كل ده لازم ريجولار تشيك الليبيد بروفايل، ايضا بنقيس الترايجلسرايد، الكوليسترول، ال دي ال، الاتش دي ال، وبنحسب النون ال دي ال، وعشان ندخل البيشنت بعد كده على الريسك ستراتيفيكيشن، هل هو هاي ريسك ولا فيري هاي ريسك ولا انترميديت او لو ريسك، حسب كل ريسك بتاع الانسان بنتعامل معاه من الناحيه الطبيه.